ثلاثة. تغطية هذه الوقفة اللي نادت لها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين في هذا اليوم العظيم الذي تحقق فيه المقاومة الفلسطينية نصرا عظيما على الصهيونية وعلى الجيوش الصهيونية والمستوطنين الصهاينة بهذه العمليات المباركة والعمليات العظيمة التي تبين بسالة وشجاعة وصمود الشعب الفلسطيني، صمود بنات وأبناء الشعب الفلسطيني، صمود الشباب الفلسطيني في مواجهة الغطرسة الصهيونية والدعم الإمبريالي الذي تتلقاه من الإمبريالية الأمريكية ومن الإمبريالية الأوروبية. ونحن هنا لنقول للمقاومة الفلسطينية بأن الشعب المغربي، القوى الحية في المغرب، القوى المناضلة في المغرب، مع المقاومة الفلسطينية، مع دعم المقاومة الفلسطينية، كما كان دائما الشعب المغربي إلى جانب القضية الفلسطينية العادلة. ونقول للنظام المغربي على أننا سنستمر في مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وعلى أنه كما ينتصر الشعب الفلسطيني على الصهيونية وعلى الكيان الصهيوني، سننتصر هنا على الصهاينة في بلادنا، وسننتصر على التطبيع، وسنطرد الصهاينة من بلدنا، وسنحرر أرضنا من الصهاينة ومن التدنيس الإمبريالي لبلدنا. اليوم احنا كشبكة لبينا النداء ديال الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع. نداء الجبهة هو دعم لنصرة المقاومة الفلسطينية. اليوم المقاومة الفلسطينية بينات أو أبلت البلاء الحسن في المقاومة ديال الصهاينة. اليوم الصهاينة فهموا بأن الصمت ديال المقاومة لم يكن ضعفا ولم يكن خنوعا ولم يكن جبنا، بل كان ترويا. واليوم المقاومة الفلسطينية أعطت درس في المقاومة للصهاينة. أيضا الشعب المغربي اليوم تيلبي الدهوة ديال الجبهة في الرباط وتيخرج لنصرة المقاومة، وهذا تيعني أن الشعب المغربي هو حاضن للمقاومة الشعبية الفلسطينية. ثانيا أن الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع طلبت من الجماهير المغربية في مختلف المدن المغربية أنهم يخرجوا غدا دعما ونصرة لمعركة طوفان الأقصى، لها حاضنة شعبية في المغرب، والشعب المغربي والقوى المغربية مساندة للمقاومة الفلسطينية. أظن أن اليوم كل مكونات الشعب المغربي الممثلة في مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطين حضرت اليوم إلى هذه الساحة التي كانت فيها البارحة من أجل الاحتفال والاحتفاء بهذا النصر التاريخي وغير المسبوق الذي ضربت فيه المقاومة الإسلامية والوطنية الفلسطينية الكيان الصهيوني في خاصرته وفي عمقه الاستراتيجي. اليوم بهذه الضربة الموجعة للكيان الصهيوني، يعني يسقط خيار التطبيع وأيضا تعتلي فيه، يعني يعتلي فيه خيار المقاومة من أجل تحرير كل فلسطين.